مننا السيد حاتم قطان. فنحن نرسلها رسالة من هنا للسيد البرهان رئيس مجلس السيادة، فيا للخزي والعار أن يجلس سوداني في طاولة واحدة مع نتنياهو. كلام طيب يا أخي، نحن مغدرين ووعد. الخيانة التي تمثلت في 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 مقابلة رئيس الكيان الصهيوني خنجر في قلب الشعب السوداني. نحن مع العالم الإسلامي ونحن مع العالم العربي، فالعالم العربي له علاقات والعالم الإسلامي له علاقات مع إسرائيل. فأنا أرى أنه نحن لا ضير في أن نقيم علاقات مع إسرائيل، تكون هذه العلاقات مبنية على المصالح المشتركة وحفظ حقوق الإخوة الفلسطينيين لقيام دولتهم الدولة الفلسطينية. هسه خلاص عايزين نشوف حاجات تانية، وعايزين نطلع من الدائرة المغلقة دي، ونطلع من الدول الراعية للإرهاب، ونطلع من الخنقة اللي احنا فيها دي، ولا ضير في انه احنا يعني نطبع مع إسرائيل. حتى لو ما قلنا وما شهرنا قلنا احنا مطبعين مع إسرائيل، يعني ممكن نقول انه علاقة اقتصادية وعلاقة بتاعت مصلحة، ما في مشكلة يعني.